muhterem Müslümanlar. Size Kur'an-ı Azimüşşan'dan bir iki sahife okumak istiyorum. Lütfen dinleyiniz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم فأولئك هم الضالون الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر
السر حتى تنفقوا مما تحبون فما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عمدا عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى فإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء
من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم حبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم فما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وما تؤمنون بالكتاب كله فإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها فإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة جلن الله ديليم Görelim neyler Allah, mürüvvetine girelim, görelim neyler Allah. Allah diyelim hele, görelim neyler Allah.
Gündüzeyim olalım, gece gaim olalım. Zikre daim olalım, görelim neyler Allah. Hak diyelim hep için, yakmayalım yapısın. Bekleyelim kapısın, görelim neyler Allah. O bugünü yerini, dünyanın pazarını, uma gül dizarını, görelim neyler Allah. Haydar eder yol budur, söyleyene dil budur, evvel ahir bil hudur, görelim neyler Allah. İlahi cümleyi yar eden sensin, yok iken her şeyi var eden sensin. Habibin nurini zatın nurinden, varidük kendine yariden sensin. Erişmez işine kimsenin aklı, felekteki çarhı devreden sensin. Bir dikenden gül-i reyhan eyleyip, çevre gül kinarın pürhan eden sensin. Emrine zaman dersin kül fekan, nari haline gülzar eden sensin. Eğer zahirde ve kelbatinde sonunda seni settar eden sensin. 18.000 aleme nikabın, her birinde bir pazar eden sensin. Dertli kullarına derman getirip, çaresiz kullara çare eden sensin. Ne layıktır sana kimse yollara, dizare eyletip nazar eden sensin. Kulların aybini mağfiret kılıp, ismi ufranı ikrar eden sensin. Nurin ziyası ne zulmedi siyahin, yuyup alemi envar eden sensin. Kimin alim, kimin bay, kimin yoksul, arifin sirrin israr eden sensin. Haydar kulun durmaz ağlar kapında, nazar kılçın anı zaliden sensin. Medet Allah sana sundum elimi, yüzünsün can Muhammed'den ayırma. Gayri kime arz edeyim halimi, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçi günah bahrına daldım,
İlla ki aciz bir çare kaldım. Sailem kapına yalvaru geldim. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ey gönüller kâni hani hani gelinim. İbrahim dedin dostum halilim. Zahirde batında odur delilim. Yüzü güzel Muhammed'den ayırma. Göster cemalini biz de görelim. Ayağı tuzuna yüzler sürelim. Kabul et. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ola bizi gani kılsan fakir iken. Durdular kumrular ötüp şakır iken. Er-Rahman'ı suresini okur iken. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Furkan'ı okuyup uçtu o vakti. Şeraben tahura içtiği vakti. İzzet hicabını geçtiği vakti. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali'nin bürhanıdır anlar İslam velinin. Hürmetine Mevlam cümle velinin. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Enbiya, evliya çıka kış güne. Mestolalar amberine müşkine. İmam-ı Hüseyin'in kanı aşkına. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Haydar söyler bunu dumansız. Giderler cesedi içinde cansız. Huri ve cennete girmeniz ansız. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Salli ve sellim eşref nuri cemii'ul enbiya'i vel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Muhterem dinleyicilerim. Şimdi de Sure-i Zümr'ün sonundan 5-6 ayet-i kerime kıraat edeceğim. Lütfen bunu da dikkatli dinleyiniz. Cennet ve cehennem hakkında. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vesîqa allezîne keferû ilâ cehenneme zümerâ. Hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ ve kâle leh. خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم
يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة خافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم فقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. سبحان الأبدي الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماوات بغير عمد، سبحان من بسط الأرضين على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق وأخشاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا، سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.